السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في ليلة عيد الأضحى المبارك، وقفة عرفات، محدش يزعل مني يا جماعة إذا كنت مش برد على تعليقات، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم كلكم حق جه النبي وأيام جميلة. بس بالنسبة لينا احنا كعيلة، كعيلة الوكيل، احنا ما عندناش عيد. أنا خالي توفى إلى رحمة الله دلوقتي حالا، ومش هقدر ارد على اي حد، واحتمال ما نزلش حاجه الايام دي خالص. ونسال الله العظيم، يعني اسال الله العظيم انه يتغمده في واسع رحمته، ويجعل قبره روضه من رياض الجنه، ويسكنه الفردوس الاعلى مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك الرفيق. خالي محمد صلاح الوكيل، يا جماعه بتوع شبين، الاستاذ محمد صلاح الوكيل في ذمه الله. هو ما كانش طبعا مريض ولا كان في اي حاجه، وهو توفى الى رحمه الله، وما يغلاش على ربنا، وكلنا لله، كلنا ماشيين. فاسالكم الدعاء بالله عليكم. انا عامل فيديو مخصوص عشان تدعوا لخالي. هو خالي ووالدي واخويا الكبير، اسال الله العظيم انكم ادعوا له بالرحمه والمغفره، ورب يجعلها اخر الاحزان، وما اشوف عند حد فيكم مصيبه ابدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة أصحابي بتوع شبين، أستاذ محمد صلاح الوكيل توفى إلى رحمة الله، وإحنا إن شاء الله الدفنة بعد صلاة العيد بكرة الصبح، صلاة العيد من مسجد الوكلاء، والدفنة الجنازة هتقوم من مسجد الوكلاء، والدفنة في مقابر عزبة الوكلاء في الشمل بعد صلاة العيد على طول. ويا رب ما نشوف مكروه عند أي حد، ويجعلها اخر الاحزان يا رب. وانا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.